معالي وزير الخارجية الكويتي والوفد المرافق له شرف مدينة بغداد اليوم وزار مركز وزارة الخارجية العراقية. كان باستقباله معالي وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين. جرت حقيقة مباحثات ثنائية تطرقت إلى مصالح البلدين الجارين الشقيقين، سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، متابعة الملفات العالقة، تبادل الاهتمامات والتحديات المشتركة بين البلدين، ما يتصل بجائحة كورونا، سبل التنسيق والتعاون في مواجهة هذا التحدي الصحي، كذلك ما يتصل بموضوعات تتعلق بالطاقة والاقتصاد وتمتين العلاقات المشتركة على مستوى متابعة أعمال اللجنة العراقية الكويتية المشتركة. المباحثات حقيقة والزيارة كانت غاية بالأجواء الودية، هناك تفاهم ساد الحوار الذي جرى، وهناك أيضا إن شاء الله لقاءات مرتقبة ستكون. يؤمل أن الوفد الذي يزور بغداد يلتقي الرئاسات الثلاث بهدف إيصال رسالة سمو أمير دولة الكويت إلى أصحاب الفخامة والسعادة السيد رئيس الجمهورية العراقية، وكذلك السيد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك السيد رئيس مجلس النواب العراقي.